عايزه اقول الدوله ما حرمتش المصريين في الخارج في ظل جائحه كورونا انها تديهم هذا الحق في الاستحقاقات الدستوريه. طبعا حمايه للمواطنين في الخارج وكذلك احتراما للاجراءات الاحترازيه لكل دوله. عشان كده يمكن كانت تجربة البريد السريع جديدة على المواطنين وعملوا البراكتس الأولاني في انتخابات مجلس الشيوخ كانت جديدة عليهم، إنما الحقيقة شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ استعدادا لانتخابات مجلس النواب اللي احنا فيها دلوقتي، فبالتأكيد البراكتس اللي عملوه ده نفع لأن احنا اتعرفنا أكثر على المشاكل أو يمكن المعوقات الاستفسارات كلها، وكل ده الحقيقه بنديه للهيئه الوطنيه للانتخابات اللي بتجود ايضا من العمليه الانتخابيه في مجلس النواب، فبالتاكيد هي تجربه تحسب للدوله ان هي وفرت الاستحقاقات الدستوريه عبر البريد السريع، انما ايضا كان تجربه الحقيقه للمصري في الخارج انه يستعد لمجلس النواب.